أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد مع حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيح. والمطلوب من حضراتكم بارك الله فيكم أن تجمعوا الصغار لمشاهدة هذا الخير، ثم أن يكتب الكبار هذا الخبر، هذا الحديث، وأن يحفظ الكبار الصغار هذا الحديث، ثم بعد ذلك أن يفهموهم معنى هذا الحديث بطريقة سهلة بسيطة. أما خبر اليوم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم. العين حق ونهى عن الوشم. عندما نقول حق أي ثابتة، لما نقول حق يعني إيه؟ يعني ثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حق، أي أنه ثابت، والنبيون حق لأن الله عز وجل أرسلهم، فثبوتهم موجود وقائم. والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. فحق أي ثابت لا تردد فيه ولا شك. العين يعني أن ينظر الإنسان بعينه، ولكن لا ينظر الإنسان بعينه بغية إرادة الخير للغير، وإنما ينظر بعينه من أجل أن يصيبه بمكروه، من أجل أن يصيبه بمكروه. فالعين حق، أي إصابة الآخرين بالعين حق أي ثابتة. يعني يمكن لإنسان إن هو يؤذي الآخرين بعينه. إزاي؟ إن يكون إنسان حسود، إنسان قلبه مريض، إنسان بيستكثر الخير على الناس، كل ما يشوف إنسان عنده خير، إزاي ده بعنده خير وأنا ليس عندي هذا الخير، فيحسده على ما آتاه الله تعالى من فضله. الحسد قد يكون في زوجة، في زوج، في أولاد، في مال، في وجاهة، في منصب، في ملابس، في سيارة، في بهيمة، في أرض، في زرع. أمور الحسد هي كل أمور الدنيا، هي كل أمور الدنيا. والعجيب إن الحسود هذا هو عدو الله تعالى في الأرض، لأن ربنا سبحانه وتعالى قسم القسمة بين الناس، خلى ده غني وده خلى ده فقير، وده جميل وده قبيح، وده عنده أراضي وده عنده ليس عنده شيء، ده قسمة ربنا سبحانه وتعالى. فيأتي هذا المسكين الشيطان فلا يرضى بقسمة الله. ليه الناس بيحبوا ده وميحبونيش؟ ليه ده عنده مش عندي؟ ليه فلان ده حياته مستقرة وانا حياتي مش مستقرة؟ إذن هو لا يرضى بقسمة الله تعالى في خلق ولا بين خلق، فهو عدو الله تعالى في الأرض. فالعين حق، وبالتالي لابد للناس أن يعتصموا برب الناس. أنت مش هتنجو من شر الأشرار إلا إذا اعتمدت على الله عز وجل وهرعت إليه. العين حق. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم. ظاهرة بنشوفها اليومين دول، الوشم في الإيدين وفي الظهر وفي الصدر وفي الرجلين وفي البطن. الوشم ده هو وخزو الجلد بالإبر، إن احنا نجيب الإبرة ونبدأ نعمل وخز كده على أشكال، ممكن رأس أسد، ممكن ديل تعبان، ممكن قرنين بتوع معزة، ممكن كلب صغير، ممكن الوشم يكون عبارة عن أشكال تانية عجيبة. الله، طب لماذا ذلك الوشم؟ لماذا؟ ده شيء قبيح جدا. الرجال والنساء بسبب التفرج على الأفلام والمسرحيات وكل هذا، وبيجدوا الممثلين والممثلات،
يشمون في أجسادهم فيريدون أن يتشبهوا بهؤلاء الناس. أريد أن أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم، فلنتق الله ولنتبع هدي رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم.